لكم معانا ثواني عشان ما حدش يقول الصوت. السلام عليكم. نكلم اشرف بيه سالم بعد اذنك. اهلا اهلا. طب ثانيه واحده ثانيه واحده بقى. انا اتصلت بالاستاذ اشرف سالم، ودايما الاسمين عاملين لخبطه مع زملائنا، ولكن اشرف سالم هو صديقي الكبير قوي. مصر القديمه اتعلمنا منك الفضيله والاخلاق والاحترام. ما شفناكش غير ان انت دايما واقف في المنطقه النظيفه، المنطقه النظيفه، المنطقه الدافئه. لا مش منطقه دافئه، هي المنطقه النظيفه، ولكن اللي بنشهده دلوقتي هو مستنقعات. ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي؟ طيب انا صوت كويس هنا؟ صوت زي الفل. تمام تمام تمام. طيب بص يا حسام، اولا انا بمس عليك، بمس على كل الزملاء، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب عيد سعيد عليكم كلكم، وبامر الله ان شاء الله ربنا يزيح هذه الغمه عننا يعني، وترجع الامور لطبيعتها. بص يا حسام، انت عارف ان انا خريج 84، بقالي 36 سنه محامي. الحمد لله تربيت على ايد اساتذه كبار قوي قوي قوي. زي ما كتبت في منشور كنت منزله من حوالي اسبوع، ان كان في محامين فطاحل ليهم صولات وجولات في امام المحاكم، رغم ان كان في محامين، هؤلاء المحامين كان عندهم عوارات شخصيه، ومش هكذبك القول ان هؤلاء الاساتذه في منهم اللي كان بيشرب خمره، في منهم اللي كان بيلعب قمار، في منهم اللي كان بيحشش، في منهم اللي كان سوري في الكلمه مش مظبوط يعني. ومع ذلك احنا لم نتعود، كان يقعدوا معانا كنا نقعد معاهم، مفيش حد فينا يقدر يخوض في هذه الحته الشخصيه اطلاقا. يعني حياته الشخصيه كانت موضوع تماما مبتعد، ما هو مسؤول عنها بالظبط كده. وعلى فكره كان اسود قدام المحاكم، يعني كانوا حاجه جامده جدا جدا جدا، ومش ضروري اذكر اسماء. اللي بيحصل النهارده ده على فكره مش بيحصل من دلوقتي يا حسام، اللي بيحصل النهارده بقاله اعتقد اكتر من 10 سنين، زاد في ثوره 25 يناير بكابورت وطفح، وابتدت الاجيال اللي بعد سنه اعتقد يعني بعد سنه 2000 اللي ما عصرتش الاجيال العظيمه ديت، للاسف الشديد ما فيش حد منهم اتعلم القيم والمبادئ والاخلاق. فكل مش طبعا ما اقدرش ان انا اقول الكل، ولكن للاسف الشديد الاغلبيه كل ينبئ عن تربيته واصله، يعني بالمعنى الاصح عن اصل دور. فاصبحت الالفاظ لقمه سائغه في الالسن. للاسف الشديد مش عايز اقول لك ان عندنا في محكمه زينهم وفي محاكم اخرى ابتدت المناقشات تتحول لمشاجرات وخناقات وطيران كراسي وازاز بيتكسر. برضك مش هكذبك القول ان في اعضاء نقابه اتخانقوا مع بعض والازاز اتكسر والكراسي اترمت. لا احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا. انا كان ليا لقاء تلفزيوني مع اخويا الاستاذ ممدوح حافظ، وساعتها انا كنت شكرت الاستاذ سامي عاشور، طبعا نقيب الجليل واخويا الكبير وعشره العمر من سنه 88 او سنه 87، وانا مع الاستاذ سامي عاشور مش معاه كنقيب، لا معاه كاخ اكبر. شكرت في القانون اللي كان هيصدر او اللي صدر في مجلس الشعب على اساس ان مدونه السلوك، لا مسألة الأكاديمية دي يا حسام مسألة مهمة جدا جدا تعظم. والله يا باشا يعني لو قلنا التربية قبل العلم أكيد يعني لو قلنا حتى بقول لك التربية والتعليم، هي أنا ساعتها أنا شايف إن مدونة السلوك أهم من الأكاديمية. طبعا لا ساعتها طالبت بإيه؟
ايه في الاكاديمية. ما تكونش اكاديمية تعليمية للقانون للقوانين والكلام ده كله بس. لا احنا عايزين اللي هي المحاضرات اللي بتخلي عندك ثبات انفعالي، اللي بتخلي عندك ان انت لو اتحطيت تحت ضغوط ما بينك وبين اي حد لابد ان يكون هناك ثبات عالي، ان انت تقدر تمسك نفسك، ان انت تقدر تمسك لسانك، لان هذا ما يجب عليه ان يكون المحامي ورقه وقلم يا حسين. طب يا باشا السؤال بقى الاهم النهارده، العيب في مين او المشكله في مين؟ هل في رب البيت اللي مفروض لو في شرخ موجود يبقى هو وسيله رقب الصدع ده، ولا تأجيج الفتنة وتفرقنا لمعسكرات وتوجيه سهام مسمومة عبر منصته الشخصية هو، وان هو يقر اي تطاول على اي زميل طالما حد من المعسكر الاخر؟ بص يا حسين اقول لك حاجة، انا طول عمري والله العظيم ثلاثة، وانت يمكن كنت بتسمعني في محكمة زينهم في المحاكم كلها، انا يمكن مبتعد عن العمل النقابي من بعد انتخابات 2015 عشان المهاد اللي كانت بتحصل ديت واللي انا تعرضت له اصلا. الناس فاكره ان النقيب العام ده حد هينه يا اخوانا، انا قسما بالله لساني دلدل. النقيب العام دوت اولا لابد ان يكون رجل سياسه من الطراز الاول وليس رجل نقابي فقط. نعم. النقابه دي تاني حاجه، الاعمال النقابيه والخدمات النقابيه هو ده دور الاعضاء. اما النقيب العام فلا بد ان يكون رجل سياسه من الطراز الاول وطراز رفيع. ليه؟ عشان خاطر هو بيخاطب جميع مؤسسات الدوله. اي كلمه بتيجي على، انت في عمرك شفت رئيس جمهوريه او عمرك شفت مثلا الرئيس السيسي بيطلع يتكلم بيهبل في كلامه؟ لا طبعا. او ده حواليه مستشارين. ايوه. لان الكلمه اللي بتتقال بيتعمل عليها توضيحات وبيانات لجهات اخرى بتفسر الكلمه دي معناها ايه. النقيب العام لا يقل باي حال من الاحوال زيه زي رئيس مجلس الوزراء يا حسين. يعني الكلمه بحساب. طب اللي بيحصل ده انت شفته قبل كده وانت راجل دفعه 84، شفت اللي بيحصل ده في اي مرحله من مراحل اللي انت عاصرت فيها نقباء واعضاء مجلس نقابه ونقابيين من طراز رفيع جدا؟ لا طبعا ما حصلش. انا يمكن، بص اقول لك حاجه، الاستاذ سامي عاشور وده اخويا الكبير قبل ما يكون نقيب، انا معاشر الاستاذ سامح من سنه 87 من ايام في انتخابات 88. سامي عاشور اتولد عشان يكون نقيب، انا والله العظيم ما بدافع عن حد، بس هو اتولد عشان خاطر يكون نقيب. يا باشا ملكات من عند ربنا، يعني هتعمل فيها ايه؟ بالظبط كده. سامي عاشور الراجل دوت من سنة بعد ما فرضت الحراسة من سنة 95 يا حسام، مفيش حد في جمهورية مصر العربية محامي كان بيجري ورا من رفع الحراسة من على النقابة غير سامي عاشور، واحنا كنا وراه. كل الأجيال اللي أنت شفتها والأجيال اللي بتتكلم دلوقتي مفيش حد كان بيجري زي ما كان بيجري سامي عاشور. في سنة 2001 لما راح قابل الرئيس مبارك على عشان خاطر اتعاب المحاماه، مين أيه. اللي علق اتعاب المحاماه من 5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه؟ سامي عاشور اللي هم بيتكلموا عنه، يعني خلي بالك ليه اخطاء، ليه اخطاء واخطاء كتير، انما نرجع ونقول ان سامي عاشور قيمه وقامه يعني حاجة كبيرة جدا جدا. وأنا لومت عليه في 2015 لما قعدت معاه بعد الانتخابات قلت له أبوس إيدك يا نقيب، مفيش حد في الساحة من المحامين اللي هم موجودين دلوقتي يقدر يتحمل هذا الموقع، أرجوك أهل كير أو كاديرين من سنة 2015 للانتخابات الجاية أهلهم عشان خاطر لو أنت مشيت أنا بقول لك النقابة هتقع، وده اللي حصل دلوقتي. ده اللي حصل دلوقتي، ما يجرى الان يا حسام واخد بالك، للاسف الشديد سامي عاشور بيمثل مشكله كبيره جدا جدا مزروعه ومغروسه جوه للاسف الشديد النقيب العام دلوقتي. يعني الراجل يعني مش جاي عشان خاطر
يدير نقابة، رجل جاء لينتقد، وده هيودي النقابة في داهية، هيودي النقابة في داهية. احنا عايشين في مستنقع. وخلي بالك، سمعني يا حسام؟ ايوه فندم. خلي بالك، لو لم تلم هذه الامور والخيوط ان هي تتلم من تاني بعد العيد، انا بقول لك فيه للاسف الشديد مجازر هتحصل، مجازر هتحصل بعد العيد، وهيحصل احتكاكات ما بين اصبحنا فريقين. ده الرؤيه اللي انت شايفها للمرحله اللي احنا فيها دي؟ طبعا. اصل كتير اتكلموا في الموضوع دوت، وانا بصراحه مش عارف يعني. لا 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 لا، خلي بالك، الفريق الاخر اللي بينتسب لمعالي النقيب الاستاذ رفاعي عطيه، وله كل احترام وتقدير، للاسف الشديد سلوكهم سلوك عدواني، كل همهم ان يقول لك فساد. طيب ماشي، في فساد، لو في فساد قدم للجهات المعنيه وجهات المعنيه، وبعدين شوف شغلك بقى. انما هو كل، حتى ان هم يقولوا فساد وتيجي انت ترد عليهم تقول لهم طب فين الفساد، يقولك ده حصل وحصل وحصل. طب فين الادله؟ مفيش ادله. واخد بالك؟ ولما تيجي تقول كلمه حلوه على سامي عاشور كانك خرجت من دينك، فيقول لك سامي عاشور الحرامي الفاسد، وبالفاظ وكأن هذا الرجل لم يكن نقيبا للمحامين، وهم لا يدرون ان الحديث عن نقيب المحامين اي مكان، عن الاستاذ سامي، عن الاستاذ رجائي، اي لفظ بيطلع خارج ده بيحط من شأن مهنتنا، وبيحط من شأن نقابتنا قدام الجهات الاخرى، ان احنا متابعين من جميع الجهات. للاسف الشديد الناس دي بتحرك. المنعطف صعب اللي احنا داخلين عليه. هل المنعطف ده صعب؟ المنعطف ده صعب اللي احنا داخلين عليه؟ صعب جدا. وانا بقولها لك احسان، قسما بالله ان فلتت الخيوط، قسما بالله لا تحصل مجازر، وهتحصل مجازر في قلب النقابه ما بين الفريقين، وهيكون في دم. تحمل مين المسؤوليه؟ الجميع. نصيحتك ايه؟ مش هحملها، بس للاسف الشديد انا، بص انا وجهت للاسف الشديد منشور للاستاذ رجائي عطيه نقيب المحامين الحالي، وقلت له لا انت شعيب ولا نحن بكفره ولا خاسرين. فاكر الموضوع؟ لو سمحت يعني ادينا شاهد واحد ان انت مش مع فصيل من الفصائل، ولم الخيوط. لان خلي بالك، لو الفاس جت في الراس الجميع خسر. طيب الاستاذ ماهر الحريري بيقول لسيادتك، الاستاذ ماهر الحريري بيقول لسيادتك إذا كان الفقيه هو من بدأ، وفي نفس الوقت أحد زملائنا المحامين بيقول لك جميع من يناصر قضية النقابة الآن هو هدف للميليشيات اللي موجودة على الفيسبوك. طيب ماشي، بعدين يعني إيه بدأ؟ طيب ماشي بدأ، ما هي حاجة من الاثنين، عشان خاطر نفكر بس تفكير عقلاني. وأنا راجل طول عمري بتكلم، وانت شفتني يعني الحمد لله، أنا عقل مش عواطف. 36 سنة محامي، وفي نفس الوقت ما اشتغلتش غيرها والله. خلي بالك برضك، مش أنا محامي نقط، والمفروض إن أنا ما تأثرش قوي بجائحة الكورونا دي. أيوة. لا والله اتأثرت، ومتأثر جدا. لأن خلي بالك، إحنا أحسن فلوسنا حلال، يعني ما كناش بنشتغل أي حاجة. أيوة. يعني جات لنا قضايا كتير، ولو كنا عايزين نبقى من الاثرياء شقينا والله. للاسف الشديد احنا بنتحرك دقه، والى الان ان احنا ناخد قضيه. المهم مش الفلوس، لا، المهم ان انا راعي ربنا وراعي ضميري في شغلي، عشان خاطر ربنا يبارك لي في اولادي، والحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظ اولادنا جميعا. الحمد لله يمكن ربنا عوضنا شيء باولادنا، ربنا يحفظهم يا رب. عشان خاطر ان انا اقول ده بدا وده بدا، طب وبعدين والحل؟ طب ما احنا هنوصل لنقطه الصدام. انا مش مهم، خلي بالك، مفيش حد اكتع. انت هتصمم، الطرف الاخر هيصمم للصدام، اهلا وسهلا بيه، يعني سوري في الكلمه، هل يروح ما بعدك روح؟ انت هتصطدم بيا ومصمم ان انت هتصطدم بيا، انا هقول لك اهلا وسهلا، لان دي نقابتي ولا اكل عيش، ودي النقابه اللي انا بحتمي بيها. ويروح ما بعدك روح. ما
ايوه انا بعت روح، انت عايز استرضيه خلاص، انا بمدت لك ايدي وبقول لك لو سمحت اتقي الله فيا، اتقي الله في المحامين. اعلم تماما يا حسام، عندما جاء سيدنا ابا ذر الغفاري الى رسول الله وطلب منه الولايه، عليه الصلاه والسلام، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بيده الشريفه على صدره وقال له: يا ابا ذر، انها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. يا ابا ذر، نحن لا نوليها لمن يطلبها. انت فاهم الكلام ده؟ لا ولايه لطالبها. أمانة. امانه، وانت على راس الامانه، وانت المفترض ان انت مش محمول على حد، انت جيت نقيب. في جبهه حملتك ورب، خلي بالك برضك، ده ربنا هو اللي جابك مش اي حد. ايوه حقيقي، ده ربنا هو اللي اصطفاك مش اي حد عشان يقعدك على الكرسي ده. يبقى اتقي الله في الكرسي دوت، عشان خاطر اول واحد هتكون انت اللي خسران. انت نقيب لكل المحامين مش لفصيل. لا اخد، ما انا بقول لك اهو، اول واحد يا نقيب، النقيب الحالي يا سادة النقيب الحالي، انا بقولها لك اهو، انت اول واحد هتكون خسران، واول واحد هتكون مجروح، لانك مش هتقدر تلم تاني. لو حدثت المصادمه مش هتقدر تلم تاني، والامور هتنفلت. خلي بالك، فانت اتقي الله فينا، اتقي الله بحق ما جاء بك على هذا الكرسي، انك تجلس على كرسي من نار. طالما ربنا ولاك على الكرسي ده في رعاياك من المحامين، خلي بالك كلمه رعاياك دي مش معناها ان احنا خدام، لا، ان احنا اهل هذه النقابه، فتتقي الله فيها، والا والله سوف ترى المخ في الدنيا وفي الاخره. اشكرك يا اشرف بيه. قبل بس كلمه واحده قبل ما تفلت الامور، يا ريت كلمه من عندك يا حسين، يا ريت كلمه من عندك. حاضر. احنا بنمد ايديك لينا، بس بشرط ان انت تعدل. اعدل وهو اقرب للتقوى. لو ما عدلتش فلا تلومن الا نفسك. انا طولت عليك. لا بالعكس، بالعكس، كل زملاء بيحيوك على فكره. الله يبارك فيك حبيبي، الله يبارك فيك، وسلامي ليهم كلهم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد على الجميع. تحياتنا ليك اشرف بيه، تحياتنا ليك، كل سنه وانت طيب. اتفضل وانت طيب يا حبيبي، مع السلامه.